تحية طيبة مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار الساعة على تلفزيون فلسطين وقناة مساواة. وفي ساعة حوارنا، الملاحقة السياسية الإسرائيلية، طلبات شطب للقائمة المشتركة والنائبة عنها هبة يزدان، أسبوع مقبل حاسم لتحديد مصير نتنياهو السياسي والقضائي بالتصويت على حصانته، وبدعوة من الإدارة الأمريكية نتنياهو وغانتس إلى واشنطن قبيل عرض صفقة القرن.